مشاهدينا محطات كتير ضمن حلقتنا لليوم، وهلأ حان وقت المحطة الرياضية. روج مثل ما بتعرف القلب السعي وتحديدا زميلنا جورج سويدي رافق الفريق الرياضي طبعا لوين؟ على الدوحة على مغامرته الجديدة. وقبل ما ينتقل على سنغافورة جورج موجود معهم، كيف ما بيروحوا كيف ما بيجوا. امبارح شفنا أجواء أكثر من رائعة بنشرة أخبار الساعة 8 لما كان زميلنا جورج لايف من الدوحة وحدوا كل لاعبي فريق الرياضة عم يتدربوا، حملوه عن جد كان يعني هيك لايف صحيح عصير بس كتير مؤثر وبيكبر القلب قد ما هن مرتاحين ومبسوطين، ونحن على كبر حجم الإنجاز اللي هن عم يعملوه نحن مبسوطين فيهم. صح. سهلا لما بدنا نروح عالدوحة عند زميلنا جورج سويدي يلي معه ضيف عزيز كتير على قلبنا، هو كابتن كابتن فريق الرياضي أمير سعود. جورج، مفروض جورج يكون صار جاهز معنا، يعطيك ألف عافية، اشتقنا لك كثير. أهلا وسلمنا على أمير. Thank you ساندرا. نقلنا أجواء الفوز على الزمالك. نعم ساندرا، يعني أول شيء بنقلك هاي لإليك، بنقول هاي لجورج. الأجواء مثل ما تبعتوا امبارح كنت عم تحكي عن نشرة أخبار مثلا امبارح، شفت أجواء الفريق طبعا يعني شباب مرتاحين وكتير بوزيتيف، وشفتوا اكيد اللي صار لايف مع كل شباب النادي الرياضي يعني خلال النقل المباشر من ارض الملعب، وهيك هي الاجواء هون. والاهم شيء انه العوده من قطر راح تكون كتير مهمه للفريق قبل التوجه الى بطوله العالم للانديه بسنغافوره. واليوم معنا مثل ما ذكرت كمان ضيف مميز جدا، هو كابتن النادي الرياضي ومنتخب لبنان امير سعود. كابتن هلو. هاي جورج، مرة جديدة أهلا وسهلا فيك على الـ BCI. Thank you. كمان بدنا نوجه تحية لزميلنا بيير يوسف اللي عم بيرفقنا فعلا بهالسفرة. بيير هذه مش أول سفرة معه نحن، ومنحبه كتير، يعطيه ألف عافية على سلامته. أمير، يعني معسكر مهم، هيدي لعبته أول مباريات من 15/6 من 15 جون لعبته أول مباراة مع نادي الزمالك، عم نحكي كنادي رياضي طبعا، وتاني مباراة رح تكون الليلة لايف على الـ BCI. قدام مهمين هالمباريات قبل التوجه الى الانتركونتيننتال كاب بسنغافور. يعني اول شيء جورج بدي اقول لك، انت بتعرف موضوع الاجانب كان المفروض يكون معنا غير اجانب، فالعالم بعدها متوقعه الرياضي يكون بالليفل اللي كنا فيه قبل، فلما شافونا ضد الزمالك صار في نوع من الصدمه انه نحن لازم نربحهم فرق 30 او 20 نقطه. صح. مع انه الزمالك فريق كتير كبير، فريق بيلعب من قلبه، فريق فيزيكال كتير. So أخذتنا وقت شوي بس أول شيء نرجع in game shape، تاني شيء نحن مش معودين على الفرق الأفريقية كتير، وهن tough defense tough offense racket كل الوقت changes، بس it was a good game. الكوتش عمل rotation كتير كبيرة لأنه كمان عم نركب الكيمستري تبي، يعني نحن مزبوط عم نلعب مع بعض صرنا فترة، بس اليوم مع أجانب جديد بدك تركب كيمستري جديدة، وهذا الشيء اللي جرب يعمله، I think نفس الشيء حيصير اليوم فعلا. انه لاحظنا ببدايه الجيم يعني انه اول شيء بنرجع بنقول اول جيم لكم فتره كتير طويله، اللياقه البدنيه شوي شوي رح ترجع، واهم من هيك عم تلعبوا مع فريق افريقي، لانه كمان بالانتركونتيننتال كاب عندكم مباراه مع بطل افريقيا هو الفريق الانغولي رح تكون، ومهم كتير الاحتكاك مع الزمالك اللي هو كان بطل البال ب 2021 باول نسخه له، والزمالك هو اكثر فريق تتويجا على صعيد مصر بالدوري وكمان على صعيد البطولات الافريقيه، يعني منه فريق هين ابدا. اليوم رح تلعبوا المباراه كمان بسوا بروتيشن، الكوتش عم بيختبر اكبر عدد من اللاعبين، بده يشوف باي سيستم بده يلعب ببطوله الانتركونتيننتال. كيف شايف مستوى الاجانب؟ ترافن تيبودو شفناه بلمحات حلوه باول مباراه، عنده فوتورك ممتاز، بيتحرك صح. كمان يعني ماني هاريس منه باللاعب الجديد طبعا معكم، كيف شايف تركيبه الاجانب من بعد رحيل طبعا ثون ميكر؟ اكيد تاثيره كثير كبير ثون ميكر علينا، اصلا ثون على طول ان شيب، على طول ان جيم شيب، على طول من بطوله لبطوله. تيبودو كان هو عم بيقلنا انه كان اخذ اوف، ما كان متوقع انه هيك يصير معه انه يجي معنا، واذا بتلاحظ بالمباراه بلشنا 10-2 فجاه لما حل التعب شوي علينا بلشوا يركضوا، بلشوا يحطوا ايزي لاي ابس، وهذا شيء دليل عن التعب. ونفس الشيء صار معه تحت السله، عنده التاتشز بس كشوتينج هو زلمه بشوت
كشوتين كان عنده صعوبه لانه بده اجراء بده الفيزيكال ابيليتي تبعه. سو بتخيل انه هيز فيت نوعا ما بس بده يصير بجيم شيب. ونفس الشيء كرمال ماني، يعني ماني اي ثينك كان موقف باسكت كومبليتلي. جانا قلنا له شو رايك انه يلا ليتس جيت باك تو ات وليتس جيت وان مور، واكيد كان محمس وبحبنا. لو ما هو بحبنا وما هو شايف انه احنا كنا جو عائله ما كانت سهلة عليه يجي. هو بطل بطولة دبي معك بطل... من أهم اللاعبين بهذه البطولة. أي والله ساعدنا كتير ببطولة دبي. بس كمان لنعلي الليفل كنا وقتها جبنا اللاعب جديد اللي انصاب وما قدر يكون معنا اليوم، جوناثان سيمنز. كمان بتصور رح يشاركوا معكم ببطولة لبنان. We hope so. بس لا شك ماني هاريس كمان بيعرف الفريق مثل ما عم تقول وبينسجم أسرع معكم. طيب البعض عم بيقول إنه ما عندكم ريم بروتكتور، يعني مع غياب سون ميكر تيبودو صحيح عنده لعيب مهم بس ما إنه لاعب إذا بدك البلوك شاتر اللي كان عم فرجينا إياه على الأداء الدفاعي الممتاز سون ميكر، خاصة رايحين تلعبوا مع فريق ملقا بأول مباراة بطل أوروبا. هي التركيبة، يعني أكيد أنت ما عندك ثون اللي بيعطيك أديشن بمحل ما، بس عندك تيبدو وكيكا اللي هن بيعطوك أديشن بمحل تاني. هون إحنا بدنا نعرف نتأقلم مع الـ مع الـ مع الوضع اللي إحنا فيه. وآي ثينك منا نحنا كتير يعني بعاد، أكيد تون ميكر لعيب كتير كبير وعمل شغل كتير حلو بيجمل اللعبة وبيعمل شو تايم. انتبه يعني يمكن كيكا ما بيعمل شو تايم بس بيعمل نفس الشغل او اكثر محل بس efficient. بس efficient. يمكن الجمهور بحب الشو بحب التكبيس بحب البلوكس اللي كمان هذا الشيء بيساعدنا لانه تغيرت اللعبه. كنا نفتح السله يعمل بلوك ثون ونركض على الفاست بريك بتلاقي احلى اللعب. ليه؟ لانه اسرع سريعه ونحن مبسوطين وكل. هون لا بدك تكون كتير ذكي بكيف تتحرك لانه ما فيك تغلبت، ما في حدا بيغطي لك هالعيوب. فهون نحن وشطارتنا والكوتش قد ايه بيقدر هيك يعمل الكيمستري الحلوه بين الكل. واي ثينك فينا نلعب ثلاث اجانب هونيك على ارض الملعب، على ارض الملعب يعني 4 و 5 كمان تيبدو وكيكا على الملعب سوا دامج للفرق البقايا. بصراحه بدنا نشوف الفرق اللي هونيك شو عندهم، هذا كتير شيء مهم. صحيح، إذا ما عرفنا شو في هنيك أنا ما فيني أقول لك هلا شو حنعمل. ناطرين يعني مثلنا على سعيد شخصي راجع أنا very good shape. صح. أنت بتتبع دايت وأنا عم شوفك اليوم بالأوتيل، يعني عندك أكلك الخاص. برافو، يعني ده هالشي كمان عم بيساعدك اليوم لتكون أسرع على الملعب، شات ريليس، تحركاتك ديفنس. أنا جورج مرقت بفترة 3 سنين صعبين، انصحت فيهم حوالي 12 كيلو. هلا عمري 33 و I took a decision. هيك ما فيني كفي، هيك ما فيني اعمل اكستنشن للكارير تبعي، وهيك انا ماني رول موديل للتلاميذ الاكاديمي اللي انا عم كون عم بعطيهم من قلبي انه هن يقدروا يوصلوا لبعدين. سو اي توك ذس ديسيجن، بدي بلش بحالي فيرست اند ذن بدي اعطي هذا يعني الاولاد هالموتيفيشنال توك. يعني ما فيني انا اكون ماني ان شيب اقول لهم انتم لازم تركضوا منيح لازم تتحسنوا، وهذا شيء بيطول لي كاريرتي وانا هذا اللي عم جرب اسعى له. ان شاء الله انا على الطريق الصح. هي بدها اصرار وعزيمه، يعني حتى بننزل مع الشباب انا ما بقعد معهم كتير لانه يعني الشهيه مفتوحه. فلا يعني بتشكرهم زين عم بيبعثوا لنا الاكلات، باكل على القد ودغري بطلع على الاوضه كرمال ما انجر لا هيك حلو وقصص. عندك زي. عندك اراده قويه، يعني حتى بالكيك امبارح بعيد وائل من هابي بيرثدي بعيده 30 لا لا بعيد اكلنا قطعه صغيره انه نحن انه شاركت ايه شاركت بال بس ما اكلت الكيك وقت كيكا. اكلت كمان لا ما اكلت كيكا نوفيتش. طيب ما عم نلحق كيكس يعني اسم الله على الشباب. عيدين بظرف 3 ايام من عيد كيكا نوفيتش وعيد وائل عرقجي. قبل ما نختم بس جالي لبنانيه بتبيض الوجه عن جد بتكبر القلب. بار بي اي كنا امبارح بتاريخ خاص على الاخبار شفنا الاولاد يعني الصغار الشباب والصبايا الصغار قدام معلقين بالنادي. شو بتقول لهم اليوم خاصه في عنا مباراه الليله لايف على ال بي سي 9 على ربع يجوا لعنا على اسباير؟ والله جيلي كان ببيض الوجه بس نحن كنا متوقعين نقدر نعبي اكثر. نحن بنتفهم ظروفهم انه عندهم مدارس بس بنحب نشوفهم بنحب نشوف وبنتحمس معهم حتى لو مباراه وديه بالعكس ما نحن بنحب نلعب قدام الجاليه اللبنانيه. فبنتشكر اللي اجى عن جد اكيد ضحى اكيد كان عنده مدارس واشغال ثاني نهار بس بنطلب منهم انه يجيبوا اصحابهم وعيالهم لانه كتير كتير ننبسط فيهم ونحب نحتفل نحن وياهم لو
وديا. بالنسبه للرياضي باسكتبول اكاديمي شفنا امبارح قديش في اقبال على كره السله، في اقبال على النادي الرياضي، في اقبال على لبنان. ما تنسى اللي عايش هون مشتاق لريحه لبنان، لترابه، لحيلا شيء بيجي من هونيك، ونحن عم نمثل احلى صوره ممكنه عن لبنان، يعني بشهاده الكل بالانجازات اللي عم نحققها وبالقصص اللي عم نمثلها. يعني بحيي الاهالي اللي عم يدعموا اولادهم بالمسيره الرياضيه تبعيتهم، فيها تكون باسكتبول، فيها تكون غير شيء، وليش لا تكون من عبر باب الرياضي باسكتبول اكاديمي. امير سعود كابتن النادي الرياضي ومنتخب لبنان وكمان مدير ار بي اي رياضي باسكتبول اكاديمي، ثانك يو سو ماتش على وقتك. ثانك يو على ال بي سي ولبيير ولك على عن جد الكفرج اللي عم تعملوها، فريد كثير من نوعه ويعني تدرس حبيبي وجبنا. ثانك يو كابتن. هيدي كانت اذا هالمقابله الخاصه مع كابتن فريق رياضي منتخب لبنان امير سعود. ما تنسوا الليله لايف على البي سي اي 9:15 الموعد، رياضي زمالك تاني مباراه تحضيريه لبطل اسيا قبل التوجه بعد ايام قليله، رح يرجعوا الشباب، نرجع معهم بكره على لبنان، بيرجعوا التنين بيسافروا على سنغافوره، وكمان رح نكون معهم من هناك.